السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني في كل مكان. طبعا في الفترة اللي فاتت عمال أتلقى رسائل وأسئلة كتيرة جدا، وناس بتقول إن النادي الإسماعيلي يلعب بخطة دفاعية أمام النادي الأهلي. طبعا أنا عايز أقول لك حاجة، أسوأ أو أضعف خط في خطوط النادي الإسماعيلي هو خط دفاع النادي الإسماعيلي. أي كرة بتروح على النادي الإسماعيلي أو مرمى النادي الإسماعيلي فيها خطورة كبيرة جدا. حارس مرمى النادي الاسماعيلي احمد عادل عبد المنعم، يعني الاختبارات اللي جت عليه بتبقى قليله، وبتحس ان هي خطره وبتسبب قلق كتير جدا ومشاكل، ومش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير جدا. زائد ان انت خط الدفاع لباهر المحمدي، باهر المحمدي من 4 5 سنين بعد ما جه رباط صليبي، لا لباهر المحمدي، باهر المحمدي اضعف بكتير من مستواه او اقل بكتير من مستواه اللي كان عليه. زائد محمد ناصر، عصام صبحي، الدسوقي، المجموعة دي كلها دفاعيا يعني الأداء لسه. ممكن محمد هاشم بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يوفقه، يعني محتاجين إن خط الدفاع الإسماعيلي يبقى قوي عشان تقول لي العب بطريقة دفاعية. عندك خط نص النادي الإسماعيلي شايل عبء كبير جدا عن خط دفاع النادي الإسماعيلي، سيرجي أكا ومحمد حسن عاملين دور كبير قوي، ومعهم احمد بدبولي خط النص عامل شايل عن خط دفاع النادي الاسماعيلي كتير. فما ينفعش النادي الاسماعيلي يلعب دفاع قدام النادي الاهلي. لو لعب دفاع انت هتامن الكوره متشاطه من خارج ال 18 على احمد عادل عبد المنعم ولا حارس مرمى النادي الاسماعيلي؟ حراسه مرمى النادي الاسماعيلي ضعيفه في الوقت الحالي، حراسه مرمى النادي الاسماعيلي عايزه شغل كتير جدا، اصابه محمد فوزي وكوكو، ومفيش حارس مرمى لغايه دلوقتي يديك الثقه. يمكن خدنا الثقه شويه في محمد فوزي، ومحمد فوزي اتصاب. احمد عادل عبد المنعم مش عاوزين نتكلم كتير في النقطه دي لان في مشاكل في حراس مرمى النادي الاسماعيلي. الشكل الدفاعي النادي الاسماعيلي سيء، الاسماعيلي ما لعبش بشكل دفاعي امام النادي الاهلي، يعني مش شكل دفاعي بحت. تحاول ان انت تامن، بس انا مش شايف خط الدفاع القوي اللي يقدر يشيل مباراه زي مباراه النادي الاهلي. فانت لازم تبقى في شكل حواري في لعب الكوره، سيطره في خط النص. يعني مع الكابتن حمزه الجمل عشان نكون ندي كل واحد حقه، شايف ان في عدد نقلات بيحصل نادي جوه نادي الاسماعيلي ما كانش موجود، لا مع جريدو ولا مع الكابتن احمد حسام ميدو عشان نكون واضحين. وايمن الجمل حتى الثلاث اربع ماتشات اللي هو مسكهم كان الاسماعيلي بيلعب كوره 2 3 اتقطعت او انتهت. مع حمزه الجمل بنلاقي نقله 2 و3، الحال الاسماعيلي يحاول يحافظ على النقطه دي، وان التكتل في خط النص يبقى خط النص قوي جدا. يعني محتاجين ان خط النص محمد حسن